المنتخب الأولمبي الأسباني. الناس ما كانتش متوقعة الموضوع ده، كانت خايفة جدا منه، لكن الحمد لله تأهل للدور بعد كده. في كلام كتير دايما على الانترنت، وفي حاجات بتطلع منه غلط بالمناسبة، والناس قعدت كتبت على البنت المصرية اللي بتقدف اللي تاهت، وطلع انه ما فيش بنت مصرية اصلا بالاسم ده، لاعبة مصرية في البعثة الأولمبية المصرية. في كلام كتير بيتم تداوله، منه ما هو حقيقي منه ما هو غير حقيقي، وبيبقى مهمتنا ان احنا نصحح ونتأكد. معانا الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الموجود في باريس. برحب بحضرتك معانا يا فندم. شريف دي، انت الخير، ازيك فندم؟ تحياتنا لحضرتك اولا، مبروك فوز المنتخب الاولمبي المصري. ده الف مبروك، حاجة جميلة النهاردة الحمد لله. المتابعة من وزير الشباب والرياضة للأداء المصري حتى هذه اللحظة، حضرتك بتقيمه ازاي؟ بص، هو يعني نمرة واحد، حضرتك أثرت نقطة، يعني دورة هتقعد من 25 لغاية 11 شهر أغسطس يعني. أي. فمن أول يوم الحقيقة إحنا صح لازم يبقى يعني في ناس عايزة تفرح وتشوف. الحقيقة كان في حاجات عكسية كتير جدا، وكلام يعني هنقول فيك نيوز، وهنقول حاجات كتير، عشان كده احنا يعني العالم كله بيعاني من النقطه دي، يعني مش احنا بس، العالم كله الفيك نيوز بقت علم لوحده يعني. سمت هذا العصر يعني وما بعده. لكن مهم جدا ان احنا يعني يبقى في اسلوب تاني، ان احنا بقدر الامكان نوضح، نتكلم الدكه العلميه الاولمبيه، الساده الاعلاميين اللي نوضح كل حاجه يعني بوضوح. مفهوم. ده شيء مهم جدا، وده حق الراي العام. زي ما حضرتك قلت مثلا ان في التأديف، ان في بنت تاهت في الميه، ما هو مفيش اساس ان حد يتاهل، فكان لازم يرد ورد وخلاص يعني. صحيح. المهم يعني مش ده السياق الحديث. احنا النهارده بنهني يعني حاجه مهمه حصلت النهارده. الحقيقه ما كناش متوقعين ان المنتخب الاولمبي يعني يفوز بالشكل ده. الحقيقه يعني المنتخب الاولمبي بقاله سنتين مع ميكالي مدرب محترم جدا، ميكالي صاحب ذهبيه ريو دي جانيرو مع المنتخب البرازيلي. الحقيقه احنا دورنا دايما نوفر كل ظروف الملائمه بصفه خاصه لمنتخباتنا. الكوره بدات يعني في تسلسل منطقي من اول ماتش، ثم يعني تعادل، ثم ثاني ماتش 1-0. النهارده كنا متوقعين يعني حد الاقصى تعادل، لكن الحمد لله رجاله مصر يعني حاجه قويه جدا، روح قتاليه، فكر. الماتش من اوله لاخره انا عايز اقول منتخب اسبانيا منتخب محترم كبير طبعا. في خمس لاعبين كانوا موجودين في اليورو النهائي اوروبا اللي كسب، حاجه مش قليله. المدرسه الاسبانيه في كره القدم مدرسه يعني كبيره جدا، سيما في القطاع الناشئين او الشباب. اللي حصل النهارده حاجه يعني لازم نحط لها يعني خطوط ايجابيه كتيره جدا، ونفرح بقى يعني اكيد، وربنا يسهل ان شاء الله، لان يمكن احنا اول المجموعه، وده اول مره يعني في الاولمبيكس نبقى اول مجموعه، وده يعني في انتظار المجموعه الاخرى اللي ممكن نقابلها. لغايه دلوقتي يمكن احتماليه اورجواي لسه بنشوفه يعني بنراجع، لكن الف مبروك. وبكره كمان عندنا مباراه قويه مهمه، هنلاعب فرنسا على ارضها مع منتخب كره اليد، فيعني ماتش مهم وفرنسا الحقيقه. واحنا النهارده يمكن كنا انا والدكتور حسن مصطفى والدكتور محمد الامين رئيس الاتحاد كنا يعني بنراجع المباراه وبنتكلم مع المنتخب بشد حيله، وكل ولادنا يعني الحقيقه ربنا يوفقهم. ايه المحصله اللي حضرتك كوزاره بعد متابعه برنامج الخاص بكل البعثه المصريه الاولمبيه، ايه المحصله اللي حضرتك، ايه اكتر لعبات احنا متوقعين فيها يبقى عندنا ميداليات؟ لا، احنا محددين الالعاب التنافسيه بالنسبه لنا، السلاح، التايكوندو، المصارعه، رفع الاثقال، دي الرمايه، دي الالعاب التنافسيه بالنسبه لنا. الالعاب الجماعيه احنا يعني الكوره يعني ان شاء الله ربنا يوفقهم يعني، بس مش متوقعين، لكن نتمنى الالعاب الفرديه هي اللي عليها العين.
نتمنى بالمنتخب ده ان شاء الله يعمل الجديد. كره اليد بتبقى في المربع الاخير، ما نضمنش ان هي هتبقى يعني تجيب ميداليه ولا لا، ربنا يوفقهم يعني، لكن نتمنى احنا محددين الالعاب اللي احنا يعني رايحين فيها، احنا القوام اللي تاهلوا يعني اللي كسبوا بطل افريقيا بطولات افريقيا او من خلال بطولات عالم، ودي منافسه 3 سنين علشان يتاهل اللاعبين. احنا يعني بنقول الحمد لله العدد اللي تاهل عدد بيعبر عن تطوير الكره الرياضه المصريه، 148 لاعب ولاعبه و16 احتياطي، وده عدد مش قليل. لكن الدوره دي يعني بدانا التطوير من طوكيو وبعدين باريس، وكمان امريكا ان شاء الله اللي ايه هتكون 2028. أيوة. فهيكون في تدرج الحقيقه، لكن احنا الالعاب اللي ذكرتها لحضرتك هي اللي هتكون موجوده. هنبدا من بدايه كده من يوم 5، هيكون في ويفنج او مسار تاني للرياضات النفسيه اللي نتوقعها، والسلاح اليومين اللي جايين هيكون متخلص، نتوقع ان شاء الله ميداليه من السلاح. طيب انا فرصه برضو للفهم، لان انا فعلا انا اول مره كنت اعرفها الحكايه دي، انا قريت ولقيت انه مسموح، يعني انا عرفت انه مسموح، مش عارف انه مسموح اصلا. لكن فكره وجود لاعبه حامل نجحت على فكره وقدرت انها تصعد، ما توفقتش في الدور اللي بعده، وهي دكتوره صيدلانيه شابه اسمها ندى حافظ، هو ده بيحصل ازاي يا فندم؟ او احنا هي بتسافر للاحتكاك ولا بتسافر للفوز؟ الجهاز الطبي وهي الدكتوره كمان اتكلمت وبعتت وردت، وخلاص الاجهزه الفنيه والطبيه ردت الرد الطبي بتاعها. يعني القواعد بتسمح بكده، الاتحاد رد الرد الفني بتاعهم، وهي ندى كمان ردت وخلاص. يعني احنا مش يعني البعثه كبيره، البعثه يعني قوامها زي البعثات. يعني انا عايز اقول لحضرتك رحت زرت يوم المدينه كبيره جدا، كل الدول الموجوده 12 دوله، في دول اللي رايح ب 10 رايح ب 20 رايح ب 100 وهكذا يعني. فكل الحاجات دي في ادارتها، وارد يحصل اي حاجه، لكن الاداره الجيده هي المتابعه وان تخلص بسرعه، لكن ما بينهما السوشيال ميديا وكله بيتحل يعني السوشيال. بس هو ده دي مش يعني احنا قلنا اللي طلع غلط، دي حقيقيه وتمت، وهي البنت قالت. السؤال هل حضرتك السؤال وزير الشباب والرياضه بالتاكيد سيقيم الرحله في نهايتها؟ طبعا لا، احنا يوم بيوم، لان اي عمل اداري من قبل ما نطلع، يعني احنا من موضوع الاولمبيك ده بنستعد ليه، هنقول باريس من بعد طوكيو مباشره تنفيذ البلان ده. في عندنا لجان علميه وتخطيطيه، اللجنه الاولمبيه، الاتحادات، بيحصل دراسه ديت بتكون عباره عن مقابلات وخطط الاتحادات تقيم، ثم وضع الموازنه الماليه، ثم تقسيم هذه على اللي مطلوب دوت يعني على مدار الثلاث سنوات. وانت انك انت بدات الموضوع في تقييم يومي طبقا للمستهدف، واكيد يعني التقييم ده هيبقى فني مالي اداري كل الحاجات دي يعني موجوده. هل انزعج الدكتور أشرف صبحي من تصريح رئيس اتحاد الملاكمة بخصوص التغيرات الفسيولوجية وأشهر 700 جرام؟ بص، المواضيع دي أنا يعني ردود عليها بتبقى بأوراق حاجات داخلية، إنما الوزير يعني ما يعني الرد على انزعاج أو لا انزعاج ده بيكون في مكاتب، في ورق، في حاجات أخرى يعني. يعني عبرت عن انزعاجك في حضرتك عبرت عن انزعاجك في ورق رسمي؟ ولا يعني لا، هو انا ما اقدرش اقول يعني محطه اخيره، لكن اكيد في اداره الدوره ده يعني في رئيس لجنه اولمبيه، ثم نائب رئيس مساعد او امين عام اللجنه الاولمبيه، رئيس داسة ونائب رئيس داسة، دي قوامه كبيره جدا. الموضوع مش اتجاهي، مش اعتباطي، كل الحاجات دي كلها في لجنه طبيه، فالكلام ده كله بيقول دوكيومنتري موجود، ويعني ويتم مراجعته وتقييمه يعني. ما فيش حاجه يعني ما بتتمش. نتمنى ذلك. انا بشكرك يا فندم، ونتمنى ان شاء الله ان مكالمتنا الجايه يبقى فيها مزيد من التهنئه ان شاء الله. كل مكالمه كده بتهنئه ربنا يخليك. شكرا جزيلا دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، تحياتنا لحضرتك.